على سكاي نيوز عربية. كنا نتحدث منذ قليل عن مزاعم الجيش الإسرائيلي عن إنشاء حزب الله تنظيما سريا في الجولان أو في الجنوب السوري. لماذا يعود الجولان إلى الواجهة من جديد وسط غياب أي أدلة من الجانب الإسرائيلي حيال وجود هذا التنظيم؟ وطبعا يقول بأنه في ظل عدم علم الحكومة السورية بهذا التنظيم. هناك عدة إشارات، منها ما ذكرت بأن التقرير يشدد بأن هذا الشيء يحصل على مغفلة من النظام السوري، وهذا شيء غير دقيق. أن نظام الأسد ينسق بشكل دقيق وشكل شامل مع ميليشيا حزب الله وكل التنظيمات الإيرانية ضمن الأراضي السورية، بالرغم من أن نظام الأسد لا يملك القدرة على السيطرة على التسهيلات اللوجستية والتسهيلات العسكرية لميليشيا حزب الله، إن عبر إعطائها قواعد جوية أو سماح لها بتجنيد أشخاص أو الدخول إلى مناطق محظرة منها الجولان المحتل. الشيء الأساسي بأن نرى هنا إصرار من الطرف الإسرائيلي بعدم وضع أو اتهام سوريا بالتواطؤ مع حزب الله، ونحن نعرف بأن هناك دائما نوع من الحماية الإسرائيلية لنظام الأسد بالقول بأن نفضل الشيطان الذي نعرفه وليس الشيطان الذي لا نعرفه، أي حزب الله. أما تورط حزب الله أو أعمال حزب الله في جولان السوري المحتل وليس شيء جديد. نريد أن نذكر بأن القيادي جهاد مغنيي ابن القيادي في حزب الله عماد مغنيي كان قد قتل إلى جانب قياديين آخرين، وحتى جنرال إيراني رفيع المستوى أثناء قيامهم بنوع من الاستكشاف لجبهة الجولان. أما قيام أشخاص على رأسهم عودة اسم دقدوق إلى الواجهة شيء أساسي، فهو يؤكد اتهام الغرب لحزب الله بأنه تنظيم عابر للحدود. فأن أبو حسن ساجد أو دقدوق أو أي اسم من هؤلاء الأسماء قد عمل بشكل واضح في العراق أثناء الاحتلال الأمريكي، والآن نرى بأنه هو مفصول إلى جبهة الجولان. باعتقادك سيد مكرح، كل يعني للاستفادة من الوقت المتبقي، يعني ما الهدف من هذه المزاعم في هذا التوقيت، يعني تزامنا مع تصريحات عضو مجلس الشيوخ لينزي جراهام والذي يعني حتى يعمل الاعتراف بأن الجولان هو جزء من إسرائيل، يعني هل هنالك لربما مساعي أو خطة معينة من قبل الجانب الإسرائيلي؟ لا شك هناك خطة واضحة، يجب أخذ سياق حديث نتنياهو الانتخابي، فهو قد يحرض على عرب الداخل أو عرب إسرائيل، وفي نفس الوقت نرى بأن تغيير قيادة الجيش الإسرائيلي باستبداله بشخص جديد هو يحاول أن يثبت نفسه وأن يقول للداخل الإسرائيلي والخارج بأن الجيش الإسرائيلي يراقب بشكل دقيق وهو جاهز للقيام بأي تحرك. وفي نفس الوقت نحن نتجه إلى انتخابات نيابية إسرائيلية، وكل الأطراف الإسرائيلية الداخلية إن كان غانز أو حتى نتنياهو فيما يتعلق بالعداء لإيران والعداء لحزب الله هم يعتبروا من الصقور، وليس أحد من الداخل الإسرائيلي يجرب أن يبرر التورط الإيراني في سوريا. ولكن الملفت كما أريد أن أذكر بأن استثناء بشار الأسد، فإن نظام حافظ الأسد وبشار الأسد هم حماة حدود لإسرائيل. أما الآن نرى بأن حتى الوظائف الأساسية لنظام الأسد لم يستطيعوا المحافظة عليها، كون حزب الله يسيطر على أي منطقة يعتبرها أساسية. سيد مكرم، كان هنالك بعض المعلومات التي تقول بأنه الحكومة السورية قامت بنشر تعزيزات على الحدود وخاصة في القنيطرة، يعني وقامت بوضع منظومة دفاع، هل ربما هنالك تحسب لإشعال هذه الجبهة من جديد باعتقادك؟ لا أعتقد بأن حزب الله هو جدي في مواجهة تقليدية بينه وبين إسرائيل، وأن قيام الجيش السوري بنشر هذه المنظومات أو حتى الجيش لن يؤثر في المواجهة العسكرية، كون الجيش الإسرائيلي محضر لنوع من المواجهة التقليدية. ولكن نرى بأن تحضيرات حزب الله وإيران في هذا الموضوع هو بمحاولة لإحراج أو محاولة لإفهام العالم بأنهم موجودين حتى على الحدود الشمالية من ميلة الجولان المحتل، وليس فقط في جنوب اللبناني، وهم نوع من الكماشة ويشكلون خطر. لا نعرف ماذا هذا الخطر إذا كان فعلي أو لم يكن فعليا، ولكن الجانب الإسرائيلي لا شك يحاول استفادة من
في محاولة لإحراج ومحاولة لتبرير الهجمة المتزايدة المالية والعسكرية على إيران وعلى أزرعته في المنطقة، لا سيما حزب الله. شكرا لك من بيروت الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. أكد وزير الخارجية